السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده اول حلقه ليا على اليوتيوب، هنعمل مع بعض عصير البطيخ. هنشوف دلوقتي الطريقه. هنحط البطيخ في الخلاط، الكميه دي كفايه قوي، وهنحط معاه تلج. دي مكعبات التلج اللي بتبقى في التلاجة. وهنحط معاه سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة. دلوقتي بقى هنضرب. هو ممكن يكون عايز حبة مية. مية صغيرين يعني، عشان هو ما بيحتاجش مية كتير. كفايه كده ضرب. ودلوقتي بقى نصفيه مع بعض في كوبايه. وده شكل البطيخ في الاخر العصير. جربوه وقولوا لي ايه رايكم فيه.